عليكم ورحمه الله وبركاته ازي حضراتكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش لايك نشترك في القناه وقبل ده كله نصل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد خبرنا النهارده بيتكلم عن فوز, فوز السودان على المغرب طبعا بدون اي مجهود واللي حصل انه طبعا المغرب انسحبت من المباراه وما حضرتش المباراه وكانت النتيجه ان السودان فازت ألف مبروك للسودان وطبعا يعني المفاجأة الأكبر أنه كانت نسبة المشاهدة لحفل الافتتاح كبيرة جدا جدا من دولة المغرب على قناة البيني سبورت وكانت المحتلة المرتبة الأولى هي المغرب وبعدين الجزائر وبعدين مصر وبقية الدول العربية وحواري حضراتكم النسب المشاهدة العالية عندهم ولكن هم يعني اتفرجوا على الافتتاح ولكن الانتقادات والشكاوى بدأت تظهر تاني يوم على طول وكمان انسحبوا من المباراه كده خبرناكم خالص ونشوف حضراتكم علي الف خير في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمه الله